صباح الخير، واليوم الريوق غير ويا صباح النور الحلوين. يا عمي، هلا عيني. نعم يا يوسف. باشا شو بس بابا الجيمر، بابا الجيمر هاي يسوي لها هاي الحركة هيجي، ايه ونجيب الصامول العراقي طبعا. اوه ويلي يابا، بس ألف وشوية عافية. مربى ويا هنا، ومكانكم خالي يابا على الجيمر. بالعافية. صباح الحب، شوفوا ايش عندنا. ابو جاسم وام جاسم، صدق هيك تسوي بيه؟ اي تهبط معنوياتنا؟ هاي دندونة، هاي دودو، هاي الصفرة دنيا، وهذا الأبيض وأزرق هذا محمد. فدوة فدوة، شقد شوف انت حلوة. خشمك ازرق وانا خشمه وردي. صدق؟ والله خشمك بنفسجي بنفسجي وأنا خشمي وردي ازرق. وردي. فوكس، صغرت فوكس الكاميرا عليه. يلا قربوا بعض، ماكو مدى فوكس. بس اي نعم اي بس اثنين. شلون حلوه ضاع مكحل. فدوه فدوه ضاع العيون. اوه ماي جاد، قد حلوه اني اجنن. يوه فديتها الدشوار وهاي واعي. طبعا شكرا جزيلا لصديقتي ومتابعتي وحبيبتي اللي الباحه نورتنا وجابت لي هذول هديه. يابا بشرونه، عندكم مطر شنو؟ احنا المطر ما يبطل بعد، يقولون 38 يوم مطر وبعدين راح يجي وراه الثلوج. نبشركم هاي هي بعد خلصت ويا الصيف، خلصت وانتهت وياك. يلا حبايبنا نبدي اليومنا، حاليا راح حل الشغلاني هسلم كل شيء، واليوم اخر يوم الي، وبعدين خلينا نشوف راح نروح للجيم ونشوف شنو راح نسوي. المدرسة محمد راح، وهسه راح اشرب قهوة خلي وياها زبد ونشوف بلكي شوية ينفتحون بلاعيني. هذا اليوم بعد عندي شغل قومة بالبيت، لازم ارجع انظف البالكون والقدور مال البارحة وكل شيء. يلا اكيد راح اسوي لكم ستوريات حلوة. صباح الخير حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم ما اقدر احكي بلاعيني كلش، اسم الله عليكم استمعون العافية. حتى ما رحت ويا